نشرة الأخبار من ATV العدالة. وفيها: مجلس الأمة يوافق على رد الاعتبار وإلغاء الوكيل المحلي بالمداولتين. في جلسة سرية قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة. وزير الدفاع يؤكد إجراءات لجنة واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة. من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي، ينطلق في 19 من الجاري. الأطباء الكويتية تندد بجرائم الاحتلال تجاه المنشآت الصحية في غزة. ومن العناوين إلى التفاصيل: صرح معالي وزير شؤون الديوان الأميرية الشيخ محمد العبدالله الصباح بأن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بفضل من الله عز وجل مستقر، راجين من الباري جل وعلا أن يمن على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية، وأن ينعم على سموه رعاه الله بالشفاء العاجل. وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار، وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 49 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة 12 عضواً وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضواً. مراسل ATV العدالة أحمد العنزي حضر الجلسة لمزيد من التفاصيل. أحال مجلس الأمة تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن تخفيض مدد رد الاعتبار إلى الحكومة بعد الموافقة عليه بتصويت أغلبية الأعضاء في مداولتين مقابل رفض الحكومة بالموافقة على القانون. اليوم جاء الوقت لتبرير هذا القانون والذي ينص على تخفيف مدد رد الاعتبار القانونية والقضائية لتكون وفق مدد مناسبة توازن فيها المصلحة المحكوم عليه واعتباراته لصالح العام. اليوم حنا أمام هذا التعديل. حاب أذكركم بمواقف إخوان النواب السابقين في قاعة عبد الله السالم بدفاعهم عن المال العام ودفاعهم عن حقوق الشعب الكويتي. شنو المصلحة الخاصة لمسلم البراك ومبارك الوعلان وفيصل مسلم وجمعان الحربش وسالم النملان؟ شنو مصلحة الشباب اللي اتهموا بتهم مشددة وللأسف وقعت عليهم عقوبات إلى الآن يعانون من أثارها؟ يعتبر تعديل قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة بالنسبة لي، ويعتبر من الإصلاحات السياسية المستحقة لإنهاء جميع أنواع العزل الاجتماعي والسياسي وحفاظاً على كرامة الناس. القانون حظي بموافقة 49 عضواً من أصل 61 في المداولة الأولى، وبعد إضافة بعض الفقرات والتعديلات تم تصفيته على القانون في مداولته الثانية بموافقة 48 عضواً واعتراض 12 وامتناع النائب محمد هايف المطيري. ما حصل اليوم هو موقف شرعي قبل أن يكون سياسي، لأن هذا القانون أنا في رأيي أنه خلط الأوراق. كان بإمكان القانون أن يكون منصب على فقط من عزل سياسيا يكيف بأي طريقة، لكنه أن يكون فضفاضا وأن يشمل حتى من تعدوا على الذات الإلهية وعلى الرسل الأنبياء فهذا شيء مرفوض. أيضا لم يخلو القانون من مثالب أيضا ألغى فيها أيضا نظام وقواعد سارية في القضاء الكويتي، منها ما يتعلق في أحكام اللي تمس الشرف والأمانة والتزوير والخيانة وغيرها، وهذه
يحصل فيها حتى الفسق والفجور، يحصل فيها غرامات أو يحصل فيها عدم النطق بالعقاب أو يحصل فيها مع وقف التنفيذ. مقرر اللجنة التشريعية عبد الكريم الكندري أكد أن الهدف السامي من تعديل قانون رد الاعتبار هو عدم تقييد الحريات وليس مفصلا للسياسيين فقط، وأن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية. وأشار الكندري إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح، وبين الكندري أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف. مجلس الأمة يوافق بالأغلبية وفي مداولتين على مشروع قانون رد الاعتبار ويحيله إلى الحكومة، رغم أن الحكومة صوتت ضد مشروع القانون في المداولتين. أحمد العنزي لقناة تي تي في العدالة. أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون موافقة المجلس في جلسة سرية على قبول استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي، وتنص الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 على أن يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية. فيما نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على أنه ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة. قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية في عضوية اللجنة، إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة. وأضاف الشيخ أحمد الفهد في مداخلة له ردا على ما أثاره أحد النواب بعد أن انتقل المجلس في جلسته العادية إلى مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، أضاف أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة، ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة. وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية في جلسته العادية على تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة بشأن إلغاء شرط الوكيل المحلي، وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا. وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن هذه التعديلات تؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات. ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية على أن تستكمل يوم غد في الساعة 10 صباحا. قال رئيس لجنة الإشراف العليا للمؤتمر الوطني السنوي من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي يوسف الياسين إن هذا المؤتمر التوعوي يرسخ الحرص على نسيجنا المجتمعي الكويتي ويزيده ترابطا وتماسكا ويعزز عقيدتنا الراسخة بوحدتنا المجتمعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الياسين لإعلان إطلاق المؤتمر في نسخته 22 في 19 من ديسمبر الجاري بمكتبة البابطين المركزية للشعر العربي تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبد الله مشعل الصباح. بادئ ذي بدء أقول نعم، حنا أهل الوحدة وتكاتفنا بلا مقياس، نضحي لجل هذه الأرض لأن هي الأصل والساس، ومدام حبها باقي ما بين النبض والأنفاس أبي لا قلتنا كويتي تظل دوم عالي الراس، من القصر الحمر للأحمدي للسيف والديرة نحب عيالها واحد ورا واحد
وفوا وجيره. نعم والله ونعم بهل الفعل والخير والسيره. ابي لا قلت انا كويتي تظل دوم عالي الراس. رعاك الله يا ديره هلي والشوق له نابر، وكل الشعب بالشده يحب الصعب ويثابر، وتاج الراس والدنا نواف الاحمد الجابر. ابي لا قلت انا كويتي تظل دوم عالي الراس. مؤتمر من الكويت نبدا والى الكويت ننتهي، في حله الاثنين وعشرين جعلنا له شعار مقوله حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، حيث قال سموه: ادعوكم ان تكون فزعتكم جميعا للكويت، وان يكون الولاء لها اولا واخيرا. وهناك رساله لهذا المؤتمر وهي: الوطنيه اصاله الاباء امتداد للابناء. مؤتمر من الكويت نبدا والى الكويت ننتهي سيكون باذن الله بتاريخ 19/12 يوم الثلاثاء بالاسبوع القادم، والدعوه باذن الله عامه لجميع اهل الكويت من العبدلي الى الخيران. نريدها ملحمه وطنيه باذن الله في حضور هذا الشعب الاصيل الوفي الكريم في هذا المؤتمر الوطني في حلة الاثنين وعشرين. سيكون مكان انعقاد المؤتمر بمشيئة الله في مكتبة الباطين اللي بجانب المسجد الكبير. أؤكد بأن الدعوة عامة لجميع أهل الكويت من جميع أطيافها. أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور عبدالله السند تمديد ساعات العمل في 3 مراكز لفحص العمالة الوافدة، وذلك بتوجيهات من وزير الصحة دكتور أحمد العوضي في إطار الإجراءات التنظيمية وتسهيلا على المراجعين. وقال السند إن المراكز المشمولة بتمديد ساعات العمل هي مركز فحص العمالة في ضاحية علي صباح السالم أم الهيمان، ومركز فحص العمالة في الجهراء، ومركز فحص العمالة في الشويخ. وأضاف أن مواعيد العمل في تلك المراكز تبدأ من الساعة 7:30 صباحا إلى 1:30 ظهرا خلال الفترة الصباحية، فيما تبدأ من الساعة 2 ظهرا إلى 6 مساء خلال الفترة المسائية في أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس. ولفت إلى أن فحص العمالة المنزلية لا يحتاج إلى الحصول على موعد مسبق في جميع مراكز فحص العمالة الوافدة شريطة حضور الكفيل. نددت الجمعية الطبية الكويتية بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وقصفها المتعمد للمنشآت الصحية والطواقم الطبية في قطاع غزة في انتهاك واضح ومستمر لأحكام القانون الدولي والإنساني. ونشدت الجمعية في الندوة التي نظمتها تحت عنوان غزة كارثة صحية الضمير الإنساني العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الصحية العالمية وحكومات الدول كافة بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة لهم. هذه الوقفة للتنديد لما يتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف من قبل سلطات الكيان المحتل، وللتأكيد أن الطواقم الطبية في الكويت يقفون صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني ومع الطواقم الطبية هناك، وإننا نحن الطواقم الطبية ندين ونستنكر القصف المتعمد لمنشآت وأهداف صحية، فهذا انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبين بالوقف الفوري لهذه السياسات. غزة تعتبر أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، في حوالي والأكثر كثافة سكانية بالمتر المربع، فيها حوالي 2.25 مليون هؤلاء تعرضوا منذ 7 أكتوبر لحرب إبادة تصل لمرحلة الإبادة الجماعية، وهي جينوسايد إن صح التعبير. فيها حوالي إلى الآن 50,000 جريح وحوالي 18,000 شهيد، منهم 70% من النساء والأطفال، بينهم 8,000 طفل. المستشفيات تعرضت كلها لتدمير جزئي أو كلي.
ما يقوم به العدو الصهيوني حقيقة لا يخطر على بال مستشفى الشفا مثلا، مو فقط دمروه لكن حتى مراكز الأكسجين تم تدميرها، مراكز الأشعة تم تدميرها، مراكز الطاقة كلها تم تدميرها لجعلها غير قابل للحياة، لأنهم يريدون من خلال استهداف الماء والكهرباء والطعام والوقود أن يجعلوا غزة غير قابلة للحياة. الكويت اعتادت حكومة وشعبا وبرلمانا وك يعني جهات النفع العام جميعها تدعم القضية الفلسطينية صفا واحدا، وهذه القضية التي يعني اعتدنا أن نختلف في كثير من القضايا، لكن في هذه القضية تحديدا تجد اصطفاف كامل يلي اصطفافنا في محاولة حمايتنا لبلدنا الكويت، كما حدث الاصطفاف في المقاومة. اليوم نجد الكويتيين مصطفين دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني ودعما للحالة الإنسانية الفلسطينية، وهذا الاصطفاف على جميع الكيانات باتفاق كامل. هذا التجانس وهذا التعاطف الكويتي ليس وليد اللحظة، المسألة لم تبدأ من 7 أكتوبر 2023، هناك قرن سبقنا من النضال لهذه القضية ومن التضحيات ومن الدعم النفسي والدعم المادي والدعم اللوجستي. الكويت لم تقدم حقيقة أمرا بسيطا، بل قدمت أرضا انطلقت منها كبرى حركات المقاومة التي ما زالت الآن صدا منيعا أمام جيش الاحتلال المتغطرس. كان ذلك عبر قرون من الزمان، نحن توارثنا هذا الدعم من آبائنا، وآبائنا توارثوا هذا الدعم من أجدادهم، وكل ذلك بتناغم مع القيادة السياسية الداعمة لهذه القضية الإنسانية العالية. الحمد لله تم التنظيم لهذه الندوة بجهود من طبيبات وأطباء في وزارة الصحة، وتم تبنيها من قبل جمعية طبية مشكورة، والحمد لله الحضور اليوم كان مشرف والقاعات امتلت ولله الحمد، وكلها هذه تساهم إن شاء الله ولو بالبسيط في نصرة إخواننا في القطاع الطبي خاصة وفي غزة عامة لما يعانون منه من حرب حاليا وحرب على المستشفيات والطاقم الطبي والمرضى مثل ما هو واضح للعامة. وإن شاء الله يا رب أن هذه الجهود تترجم ولو بالقليل لإخواننا في غزة اللي الحين يواجهون هذا الحرب. أقلعت الطائرة الإغاثية 39 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري بحمولة 40 طنًا من المساعدات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبطانيات وأربع سيارات إسعاف للأشقاء في قطاع غزة. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد قبيل الإقلاع إن الجمعية تسعى من خلال مساعداتها إلى تخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة وانطلاق من واجبها الإنساني وتعبيرا عن موقف دولة الكويت الرسمي قيادة وحكومة وشعبا بهذا الشأن. وأكد زيد استمرار الجمعية في تقديم المساعدات العاجلة عبر الجسر الجوي الإغاثي الكويتي أملا في تخفيف آثار العدوان المدمر من الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا من معاناة الحصار والقصف المتكرر. استشهد 22 فلسطينيا وأصيب عدد آخر بجروح في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح في قصف الاحتلال لعدد من المنازل في رفح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة أحزمة نارية في محيط مستشفى ناصر في خان يونس. وبحسب آخر إحصائية للسلطات الصحية في قطاع غزة فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 18,205 شهداء و 49,645 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي.
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 67 سنتا ليبلغ 79 دولارا و49 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 78 دولارا و82 سنتا في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية حادثة ضرب حكم دولي مع نهاية مباراة في الدوري المحلي أمس. قال رئيس الاتحاد محمد بويوك: ندين بشدة الاعتداء غير الإنساني على الحكم الدولي خليل ميلر، ونتابع حالته الصحية عن كثب، ونتمنى له الشفاء العاجل، مضيفا أن كل من استهدف الحكام وشجع على ارتكاب الجرائم ضدهم هو شريك في هذا الاعتداء. من جانبه، دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حادثة الاعتداء على ميلر عبر منشور على منصة إكس بالقول: أدين الاعتداء بالضرب على الحكم وأتمنى له الشفاء العاجل، مضيفا أن الرياضة تعني السلام والأخوة، فالرياضة لا تتوافق مع العنف، ولن نسمح أبدا بوقوع أعمال عنف في الرياضة التركية.